شنو درت الحمد لله، وعارف اللي اليوم المغرب فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل هذا الشعب العظيم الكبير، ثم فضل جلالة الملك، ثم الحمد لله بالمساهمة ديال هذه الحكومة الرأس ديال المغرب مرفوع. كيفاش؟ واش هذه الحكومة ما دارت والو كاع؟ خمس سنين هذه فين كانت؟ في الثلاجة. خدمنا تحت الإشراف والتوجيه ديال جلالة الملك، وبقى البلاد مستقرة وآمنة ومطمئنة، وحققنا أشياء تاريخية. لا نحتاج أن نتكلم. واش تيضيقوا من الكلام ديالي؟ يقولوها لي أنا غنسكت. غير سمع مزيان، أنا غنسكت ونغلبهم في الانتخابات. ما تليتش محتاج نهضر، ما تليتش محتاج نهضر. غيهضر عليا كون الله سبحانه وتعالى يسر لهذه الحكومة الإنقاذ ديال الميزانية ديال الدولة اللي كانت غادية الهاوية. غيتكلم عليا أنني حاربت الإضرابات العشوائية، غيتكلم عليا أنني ساويت بين المواطنين في الولوج للوظيفة العمومية، غيتكلم عليا أنني انقذت بفضل الله سبحانه وتعالى الماء والكهرباء ديال المواطنين، باش اليوم الحمد لله كيبركوا على الانتربتور كيلقاو الضوء، تيحلوا الروبيني تيلقاو الماء. غيدافع عليا الأعمال الاجتماعية بحال اللي قالوا قبيلة الإخوان، لا الزيادات للطلبة، لا الزيادة، لا المنح ديال الأراميل، لا المنح ديال المطلقات. غي يدافع عليا الشيء العظيم اللي كتبه الله سبحانه وتعالى قبل يومين، وهو تعميم التغطية الصحية لآباء الموظفين إن شاء الله الرحمن الرحيم، واللي غادي يجي غادي يدافع عليا إصلاح التقاعد ديال المغرب للحكومات المتتالية كانت كتقفقف منه. جاء عبد الإله بن كيران فضل الله هذه الحكومة ودوزوا. بالكيران ارتاح ارتاح. غيدافع عليا وعلى الحزب ديالي وعلى الحكومة اللي ترأستها وعلى الشركاء ديالي فيها اللي ساندوني ووقفوا معايا. ولا سمحتوا لي نخص حزب التقدم والاشتراكية، أنني وقبل ما نكون رئيس الحكومة وقفت في وجه التحكم. الحمد لله، وأكثر من مرة تابعوني في المحاكم وحفظات المحاكم، الحمد لله الشكايات هدوني. وباغي نقول لهم واحد القضيه نعاود نكررها لهم. العجب، حنا راه ملي دخلنا وكنا صغار الاخوان كنا كنستغربوا في الليل كيفاش باقي ما متناش في سبيل الله. عشنا تادرنا 62 عام غير بالميلادي، ما بالهجري 64 وزياده، والحمد لله تزوجنا ودرنا الوليدات والحمد لله والحمد لله. وكنشوفوا باللي الا غنموتوا غير الموتى ديال البعير، يعني ماشي شي حاجه كثيره. الا كان هذا الشيء هذا خصنا نفديوه بالارواح ديالنا والدماء ديالنا. احنا مستعدين، ما تغلطوش. ثقافتنا يا معشر القوم لا تعرفونها، ما تخوفونا لا بسجن لا بقتل لا بتا شي حاجة. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله علمنا أن نقول أنا جنتي في صدري أحملها معي أينما ذهبت، فسجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، افعلوا ما بدا لكم.
ونحن لا نسأل الله البلاء، ولكن هؤلاء رجالنا نتأسى بهم. تيسحب لكم احنا غادي نتنكروا لعلماء الأمة؟ احنا ما كنتنكروش لابن تيمية رحمه الله، احنا مالكية صحيح، والإمام مالك عانى قبل أن يعاني ابن تيمية رحمه الله ولم يرجع للحق، وقال طلاق المكره لا يلزم. ولكن ما عندكمش باش تهدونا. واما الا كنتيو باغيين تشريونا، حنا بايعين من شحال هذه، ما عندنا ما نعطيوكم. اللهم الا ما كان عندكم شي ثمن اكثر من هذاك اللي عطانا النهار الاول، الذي قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. حنا راه غير جابتنا الحفظه للسياسه، جابتنا الحفظه للسياسه، هذا الشيء فين خرج لينا البلان ديالنا؟ ما راه ماشي مشكل، ماشي ضروري. والنهار الاول فاش بعنا الله بعناه، ودابا راه حنا في السياسه كنمارسوا المرجعيه ديالنا بداك الشيء اللي كتفهمنا، اللي فيها الخدمه ديال الوطن. ارنا تجيو يا قليل الحياء، يا قليل الحياء، يا قليل الحياء، يا أيها لا les incompétents، وتوهموا الشعب المغربي بلي عبد الإله بن كيران والحزب ديالو كيهدوا الى ما نجحوش يخرجوا للساحه ويقولوا اعطيني نحكم ولا محرمينها. دخلت عليكم بالله، واش ما حشمتيوش؟ واش اللي في 20 فبراير وقف في وسط الحزب ديالو، وقف في الشارع، وقف امام الاعلام تيقول لا، عاد اليوم غايجي يهدد بلادو والدولة ديالو والملكية ديالو باللي غادي يخرج للزنقة؟ ماشي حشومة عليكم هذا الكلام؟ وكتعتقدوا باللي الناس غايتيقوكم؟ ما غايتيقوكمش، ورا صفطوا لكم الرسالة الأولى في 2015، ورا إن شاء الله الرحمن الرحيم غيصيفطوا لكم رسالة أخرى في 2016. واش كتعتقدوا؟ جاوبوني البندية، جاوبوني يا مخطط الليل. جاوبوني ملي كتجتمعوا باش تقولوا كي غنديروا لهذا الحزب وكي غنديروا لهذا عبد الإله بن كيران، والله اعلم علاش انتم مجتمعين، فهمتي ولا؟ وتبقاو مقصرين وتظنوا في كل مره لقيتيو يعني شي لعيبه. جاوبوني، راه ما كاينه بنيتي غير العيبات. واش 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 واحد الحزب اسستيوه من بعد ما جمعتيو ليه واحد العدد ديال الناس اللي خرجوا من بعد الاعلام وفضحوكم وقالوا للناس العالم كله انكم جيتي وقلتي لهم هذا الحزب بغيناه باش نواجهوا العداله والتنميه، واسستيوه ودرتيو له التجمعات وجمعتيو له اكثر من 16,000 مرشح من 2008 ل 2009، جمعتيو اكثر من 16,000 مرشح. حنا خدامين هذه 40 عام باقي ما قدرناش نجمعوا 16,000 مرشح، وديتيو الرئاسات بالاكراه، وديتيهم بالتخويف، ديتيو لنا طنجه، ديتيو لنا وجده، ديتيو لنا الدار البيضاء،
وهزمناكم في الرباط الحمد لله وفي أكادير. طبعا ملي تحالفنا مع السي القباج اللي كان باقي خاصو جوج ديال المقاعد وما لقاهمش، ما لقاي الا حزب العداله والتنميه يوقف معاه ويصبر معاه ويصمد معاه وبقى معاه الى الاخير. وهذا هو اللي مفروض في العداله والتنميه، وهذا هو اللي مفروض في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. كيفاش حزب ديال الشعب خرج من الرحم ديال الشعب وضحى من اجل الشعب سنوات عديده، كيفاش يولي تابع الحزب مجهول الهويه، مجهول اسباب النشاه، مشبوه، لا قياده له، لا زعامات له، لا مرجعيه له، لا ثقافه له، كيفاش؟ هذا ندائي لما تبقى من غيره في دماء الاتحاديين الحقيقيين ان يقولوا لا لهذا المسار الذي مع الاسف الشديد ليس في صالحهم. واخا تكون النتائج ديال 2016 ماشي مزيانه، احسن من نتائج تكون كتصوروا انها كترضي البعض فيكم وهي خزي وعار في التاريخ. هل تعتقدون ان حزبا مثل هذا في 2009 غلبتيه علينا بالقوه، لكن جات 2011 رجع كيقفقف قبل ما يهرب بن علي هرب الاخر، ثم رجع وقال لك الدوله، انا اذا تكلمت على الدوله كانوا ديال العالم، هو عنده الحق يتكلم على الدوله، شي دوله كتعطي شي اوامر ما عرفناش، قال لك الدوله قالت لي خلي العداله والتنميه يربح. ياك الدولة الوحيدة اللي عندنا كيترأسها سيدنا الله ينصر. الكلام ديالو كان واضح في 2011، عطى توجيهات باش تكون الانتخابات نزيهة رسميا وعلانية. ايوا طيب ملي قالوا لك خلي العدالة والتنمية تربح علاش مشيت درتي الجيويت؟ ولا اللي قادي قالها مزيانة شباط سماها خيويت. ما عرفتيوش انتوما علاش؟ لانه فاس كاين واحد الكلمه سميتها خيفيك خيويت. واش كنتي كتضحك على السي مزوار وهمتيه باللي غيكون رئيس حكومه؟ خص قول لنا، قول صاحبك، قول لنا، قول الحقيقه، قول الحقيقه الكذاب الكذاب، وكف عن الكذب. قول الحقيقة، هذه هي الحقيقة. واش بغيتي التمبر ديال عبد الإله بن كيران ديال العدالة والتنمية؟ ما غنعطيه لك، سالينا. النهار اللي ما تبقاش تحكم، النهار اللي ما تبقاش تبتز الأغنياء، النهار اللي تكفى على هذا الشيء، احنا معترفين بك كحزب سياسي، كنتعاملوا معك مؤسساتيا، لكن ظن حاجه اخرى ما يمكنش. ونهزمتي في الانتخابات ديال 2015، اعترف اعترف، كون شجاع، قول انا انهزمت في الانتخابات. والدليل، اكبر دليل على انك انهزمتي، انكم حيدتيو الرئيس ديالكم. كاين شي رئيس كينجح ويجي الاول كيحيدوه الناس؟ ما يمكنش، ما يمكنش. اذا واش تظنوا بهذا الشيء غادي تهزموا العداله والتنميه؟ العداله والتنميه، اسمحوا لي يا الاخوان، يمكن 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 فينا شويه السذاجه، انا بعدا فيا شويه السذاجه، تاكدوا من القضيه. ما كنعرفوش نخدموا ذاك الخدمه اللي تيقول المغاربه تيقولوا خدموه، ما كنعرفوش خدامين بنيتنا. هذه 40 عام الاخوان، الشعب المغربي عرفنا، شافنا، صوت علينا، صوت علينا في 97، صوت علينا في 2002، صوت علينا في 2007، صوت علينا في 2011.
شاف الناس ديالنا في البرلمان اش كيديروا، نقلهم من 9 إلى 107. شاف الناس ديالنا في الجماعات عمومهم، ماشي كل شيء، عمومهم على الاقل نظيف اليد، والمواطنين كيجيو كيلقاو اللي يقوم على خدمتهم. ماشي ديالنا يعني ديسان، ماشي ديالنا دي جون بارفي، ولكن الحمد لله المغاربه كيشعروا بشي حاجه اخرى. اليوم المغاربه القلوب ديالهم على العداله والتنميه،